مشتركة في الفقرات اللي قدمت سمة الاعتزاز بالتراث الكنسي، مش كده؟ تبص تلاقي مسرحية باللغة القبطية، تبص تلاقي معظم الترانيم بتتكلم عن ايه؟ عن الكنيسة ومجدها، بتتكلم عن القديس أثناسيوس والمجامع المسكونية. تبص تلاقي حتى الرحلة اللي راحوها كانت أكبر كمية من الصور عن رحلة الأقصر وزيارة المعابد الفرعونية. واضح أنه كان في تركيز هذا الصيف لفتيان وفتيات ثانوي، أولادكم وبناتكم، على قيمة مهمة جدا. نسميها إيه؟ نسميها إيه القيمة دي؟ قيمة إنسانية، ها؟ الانتماء. أستاذ ماهر والد مينا من الأولاد ثانوي وخادم من خدام الكنيسة في ثانوي بيقول لي قيمة الانتماء. موافقين؟ أنا شايف إنه فعلاً التسمية دي أو اللفظ ده هو كان قدام عيون خدام وخادمات أسرة ثانوي هذا الصيف، إنهم يزرعوا البذرة دي في أولادنا وبناتنا. الانتماء. أنت يا حبيبي فتى ثانوي أو فتاة ثانوي، أنت مش مقطوع من شجرة، أنت ليك جذور مادة في عمق الأرض، في عمق التاريخ، ذات مجد تزهو به. أنت ابن لناس عظام، أنت أجدادك بنوا حضارة، أنت من عيلة ورثة، أنت ابن غني لأنك طلعت في بيت وارث. بص القديس فلان ده يبقى قريبك، ده يبقى عمك. بص الدير ده هو، بص اللغة دي، حتى المعبد الفرعوني له علاقة بيك. أجدادك كانوا متدينين حتى قبل المسيحية. احنا محتاجين في أولادنا وبناتنا بتوع الجيل ده هو بالذات انهم يحسوا بهذا الانتماء، لانهم مش شايفين حاجة حلوة جنبي قدامهم، مستقبلهم ضايع. ازاي الواحد يتقدم لمستقبل افضل؟ انه يستلهم من الماضي عبرة ويديله ثقة علشان يتقدم للأمام. وزي ما بيقولوا اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وملوش مستقبل. وإن ما كانش الواحد يزهو بالماضي بتاعه مش هيتقدم للأمام. خدام الكنيسة وخادمات الكنيسة زرعوا ده في أولادك وبناتك، بس ده مش هيكمل غير لما أنت تكمله في البيت، انك انت تعرف ابنك انه منتمي. منتمي لايه؟ تعرفه هويته. هويته ايه؟ انت مسيحي ارثوذكسي مصري. مهم قوي الثلاث صفات دول. الاولانيه، ها؟ مش سامع. مسيحي، اثنين أرثوذكسي، ثلاثة مصري. أنت دي الإحداثيات بتاعتك. عارفين في الرياضة زمان النقطة في الفراغ، فاكرين الهندسة التحليلية، الناس اللي النقطة تعرف في الفراغ بإيه؟ ثلاث إحداثيات، سين وصاد وعين. فأنت الإحداثيات بتاعتك هي دي بتحدد أنت مين، أنت هويتك إيه.
انت مسيحي ارثوذكسي مصري. ازرع فيه الثلاث صفات دول. عرفه يعني ايه مسيحي، يعني ايه يؤمن بلاهوت المسيح، يؤمن بعمل الصليب، يؤمن بالخلاص، الاسرار الى اخره. نمرة اثنين، ارثوذكسي، يعرف سمات العقيدة بتاعته وحلاوتها ويختبرها ويروح القداس ويروح التسبيحة الى اخره. نمرة ثلاثة، انت مصري، تعتز بانتمائك للارض دي، للنيل ده، هو للاهرامات دي، للمعابد الفرعونية دي، للقلعة، لكل اثر سابوه اجدادك المصريين. فالثلاث صفات دول مهمين جدا، ازرعهم في ابنك. ازرعهم ازاي؟ اتكلم بزهو عن تاريخ بلدك، اتكلم بزهو عن سمات ديانتك. تعال كده هوا وانت قاعد على السفرة وانت بتتغدى مع الولاد وقول لهم النهاردة المدير او الزميلي في العمل قال لي يا سلام دول المسيحيين ممتازين، عجبوني في كذا وكذا. انا شعرت ساعتها انه صدري اتنفخ كده. هوا انت بتحكي، هتقول لي الحاجات دي ما بتحصلش. لا بتحصل، بتحصل معايا، كلنا بتحصل معانا مثل هذه المواقف. احكيها لابنك، حسس انه مسيحيته دي حاجة جميلة، ولان اخلاق المسيحية الكل بيشهد ليها. كلمه عن تاريخ كنيسته، زوروا الاثار المسيحية او الاثار الفرعونية ايضا، حتى الاثار العربية جزء من تاريخنا. يعني القلعة بنيت في العصور العرب وماله، زوروا القاهرة القديمة، حي الجمالية، شارع المعز، وسور القاهرة القديم، ده جزء من تاريخنا. زوروا طبعا الأهرامات والمعابد الفرعونية. كام أب فينا وأم جاء كده يوم الخميس بالليل وقال لأولاده تعالوا نشوف الصوت والضوء في الأهرامات؟ كام واحد؟ كم واحد زار الصوت والضوء؟ يرفع ايده. واحد، اثنين، ثلاثة. طب ليه؟ سهرة جميلة جدا في الصيف في الهواء الطلق كل يوم خميس بالليل، بتبقى باللغة العربية بيقولها السواح من كل أنحاء الدنيا، تبص تلاقي كده الأهرامات منورة وأبو الهول بيتكلم وحاجات جميلة جدا، بتحكي مرحلة في التاريخ. طب ليه لا؟ ما تجرب تعمل الفسحة دي، صوت والضوء يوم الخميس بالليل. كم واحد راح القلعة وزارها وزورها لأولاده؟ كم واحد راح المتحف القبطي أو المتحف المصري أو المتحف اليوناني في اسكندرية؟ ليه ما نزورش المتاحف دي ونزورها لأولادنا؟ كم واحد قال نفكر نروح نشوف سور القاهرة عند باب الفتوح وباب النصر في القاهرة القديمة، آخر شارع المعز، تمشي في الشارع الغورية وتشتم عبق التاريخ زي ما بيقولوا، وتقول لأولادك شوفوا البيوت القديمة، شوفوا الديكورات، شوفوا الزينة بتاعت المش عارف كانوا زمان يعملوا ايه، كنايس مصر القديمة والحارة اللي جوه دي اللي فيها كذا كنيسة وفيها دير ماري جرجس رهبات. كم أب وأم عملوا الموضوع ده؟ هو ما تيجوا الأديرة طبعا وأجساد القديسين. معلش أنا بقلب في دي وفي دي، الفرعوني على القبطي على، لكن هرجع أركز على مسيحي. ها؟ نمرة واحد إيه؟ مسيحي. اثنين، أرثوذكسي. نمرة ثلاثة، مصري. الانتماء جميل، ازرع في قلب ابنك الانتماء. جزء أخير كده عايز أختم بيه، هل الانتماء لما يتطرف يبقى ايه؟ يبقى ايه الانتماء لما يتطرف؟ يبقى ايه؟ ما هو زمان الفلاسفه اليونان قالوا كده، قالوا كل فضيله هي وسط بين رذيلتين. فالانتماء لما يتطرف، ها، تعصب. برافو. ايه الفرق بين الانتماء والتعصب؟ ايه الفرق بين الانتماء والتعصب؟ الانتماء أنا حلو، التعصب أنا حلو وأنت وحش. برافو عليك، هو ده التعصب.
أنا أمتلك الحق كله، كل اللي أنا بعتقده صح. وانت والتعصب بقى، أنت كل اللي بتعتقده غلط. أنا 100%، أنت 0%، ده التعصب. أنا الوحيد اللي صح وأنت كلك غلط. لكن الانتماء، أنا الوحيد الصح، أنت ممكن يكون عندك حاجات صح، وما عنديش مانع أستفدها منك. دي مهمة قوي، أن يكون عندي انتماء وفي الوقت نفسه عندي انفتاح. يعني انفتاح؟ يعني لو عندك حاجة صح ما عنديش، أنا ما عنديش مانع أخدها، ما عنديش مانع أخدها. كوني أخدها ده مش ضد الانتماء. أنا منتمي، بحب عقيدتي، بحب ديانتي، بحب بلدي، بحب الجو اللي أنا عشت فيه وتربيت فيه، بس ما عنديش مانع أضيف، وداني متفتحة لما يقدمه الآخرون، عناية متفتحة على الحاجات الحلوة اللي عند الناس، أخد منها، مش عيب أني أخد، مش عيب أني أخد. كنيستي، آبائي، أجدادي أخدوا، أخدوا، كانوا منفتحين. أجدادي اللي أنا منتمي ليهم، اللي أنا عمال أقول أثناسيوس، كيرلس، مش عارف مين، دول أخدوا. أقول لك أخدوا إزاي؟ أقول لك أخدوا إزاي. قديس أثناسيوس ده هو العظيم جدا، أبونا اللي إحنا كلنا رافعينه فوق راسنا من فوق، كتب بإنهي لغة؟ حد يقول لي كل الكتابات بتاعته كتبها باللغة الإيه؟ اليونانية، مش بالقبطية. ليه؟ لأن اللغة اليونانية كانت لغة فيها مفردات تساعده على التعبير عن عقيدته بصورة أفضل. ما قالش لا أنا قبطي، ما كتبش غير بالقبطي، لا، في لغة تانية بتاعت ناس تانيين اسمها لغة يونانية، فيش مانع استفيد منها واكتب بيها. يبقى كان منتمي لكن في الوقت نفسه منفتح. وكهكذا القديس كيرلس الأول، عمود الدين، أشهر من كتب لنا العقيدة التجسد المسيح واتحاد الطبيعتين، كتب باللغة اليونانية. بل إنه كلمة أكاديمية هي نفسها كلمة مش قبطية، كلمة بناريون هي نفسها كلمة مش قبطية، كلمة يونانية. كلمة مطانية اللي هي سموها على جماعة من الجماعات كلمة مش قبطية. إذن أجدادي أخذوا من الآخرين، مش عيب إن أنا أخد. أجيوس، تفتكر أجيوس دي كلمة قبطية؟ لا، كلمة مش قبطية. كيرياليسون كلمة قبطية؟ لا، مش كلمة قبطية. شويس نينان هي القبطية بتاعتها، وأجيوسك أوابي القبطية بتاعتها. الله، أمال إزاي أجدادي خدته من لغات تانية ودخلته في القداس؟ وماله؟ وماله ما ناخدش ليه؟ احنا منتمين لكن منفتحين في الوقت نفسه. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. اللي منتمي ومش منفتح قافل على نفسه في الصندوق بتاعه، قافل على الأوضة بتاعته ومطفي النور وبيقول أنا ما فيش غيري، أنا مالك زماني والباقيين كلهم طز فيهم. طب خليك، بس مش هتستفيد من غيرك، قفل على نفسك. انت حلو بس غيرك ممكن يكون عنده حاجات حلوة برضو. كن منتمي وكن منفتح. تقول لي انا هكون منفتح بس، اقول لك برضو غلط. ليه؟ لانك هتاخد من ده وتاخد من ده، تاخد من دي تاخد من دي، وانت ما عندكش اصل. تبقى عامل زي، فاكرين زمان كانوا في يدونا في المدرسة واحنا صغيرين، الحيوان اللي كان بيقلد، مش فاكر كان ايه، من الطيور ولا من الحيوانات، وبيقلد بقية الحيوانات ونسي هويته، هو نسي هو ايه اساسا. فانا منتمي ومنفتح في نفس الوقت.
لو دي منتمي بس هبقى منعزل محبوس أسير ذاتي، لو منفتح بس أبقى فاقد الهوية، لوني باهت ماليش لون أساسا. لكن كن منتمي وكن منفتح، دولك جناحين لتقدر تطير بيهم. علم ابنك يكون منتمي لكن ما عندوش مانع يستفيد من الآخرين، منتمي ومنفتح. واضحة؟ شكرا وكل سنة وانتم طيبين. بنشكر سابونا على الكلمة اللي تعلمناها كلنا، كن منتمي ومنفتح. دلوقتي الفقرة اللي الناس كتيرة مستنيينها والأهالي تعبت فيها مذاكرة وتعب طول السنة علشان نشوف ولادنا متخرجين من ثالثة ثانوي وطالعين على الجامعة. دلوقتي الفقرة الشباب كمان شباب وشابات ثالثة هنلاقيهم متألقين، أنا شايف نجوم متألقة هنشوفهم هم داخلين دلوقتي فقرة التخرج بتاعتهم. تنبيه صغير بس، أنا عارف لما الولاد يطلعوا كلنا نفسنا نحتفظ بصور حلوة ليهم، احنا في كاميرات بروفيشنال بتصور، فسأذنكم الزحمة الناس بتطلع ناخد صور الولاد، هتبقى صور حلوة جدا والولاد والبنات هياخدوهم وهتبقى عندنا، فعشان بس ما نعملش زحمة مش هيبقى في تصوير لينا احنا، اللي هيصور ممكن هو في مكانه اوكي، محدش هيطلع هنا، احنا هنصورهم والصور هتوصل للولاد والبنات. شكرا. خدام تالتة ثانوي ولاد وبنات اتفضلوا على المسرح جوه. طيب عقبال بس ما ولادنا يجهزوا في حفله التخرج. شفتوا قد ايه الولاد تعبت السنه دي؟ حد شاف النزول جاب فايده ولا جاب كده كان بينزلوا يضيعوا وقته وخلاص؟ جه فايده؟ هو ما حدش بيعمل كده ليه؟ طيب جه فايده؟ طيب كويس. طيب احنا الفقرات بتاعتنا طويله شويه، بس في حد زهق؟ الحمد لله مفيش. يا استاذ ماهر. طيب احنا بنجهز بس حفله التخرج. طيب احنا هنتفرج على تتر بسيط كده للتخرج وعمال الولاد تجهز. صوت بس بعد اذنك. كده عليكم من امام كنيسه مريمينا بشبرا اجتماع. ثانيه واحده البتاع محطوطه اهو ما كانش شغال. هو أستاذ جون أنتون فين؟ أستاذ جون في ناس عايزينك في المصري. الخير رامي البروجيكتور بعد إذنك. شكرا. مساء الخير عليكم من أمام كنيسة مريمينا بشبرا اجتماع ثانوي اولاد وبنات. في دلوقتي معانا اتنين من حفله جراديويشن، نحب نسالهم ايه اخبار الحفله. مبدئيا احنا لغايه دلوقتي الحفله فاضل لها ربع ساعه وجراديويشن بارتي لسه دلوقتي ما عملناش فيها اي حاجه خالص، وكل ما نتجمع نعمل افكار 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 وما بننفذش اي حاجه. هل اتفقتوا على فكره؟ لا احنا اتفقناش على اي حاجه وما نعرفش هنعمل ايه ولا هنقدم ايه ولا هنلبس ايه ولا اي حاجه. تمام. ناس ما اتفقتش وناس تانية اتفقت. هنحب نعرف من حضرتك اخبار الجراديويشن بارتي بتاعه ثانوي ولاد وثانوي بنات. الاول بس بحب اشكر الراجل اللي جه يتكلم معانا
ان انت قدرتنا وان احنا يعني نسمع. بس هو ايه اللي انت ايه اللي جرالويشن؟ مش ده الكلب لولو؟ انت اتنين وبعتهم اول امبارح. تمام، هو واضح ان هذا العابر لا يعلم اي شيء عن هذه الحفلة. نسأل شخص مجاور لهم اخبار حفلة التخرج. حاجة عينة بقى باشا، حاجة عينة، احنا مش عارفين نتفق على حاجة يا باشا، وانا بصراحة مش طالع تاني خلاص. خلاص هي خلاص. الناس مش متفقة، طب يا ترى هيعرضوا ولا مش؟ ورجعنا لكم من جديد من كنيسة مريمينا شبرا. نحن الآن في المبنى القديم، تحديدا قاعة أنبا بيمن. داخلين نعرف الشباب حضروا إيه في الجراديويشن بارتي بتاعتنا. لبس نلبسه ولا اتفقنا على فقره نعملها، والحفله فاضل عليها ربع ساعه ولسه حتى ما غيرناش هدومنا بنفس المرمطه اللي احنا فيها. طيب يا جماعه، يعني احنا دلوقتي هنلبس ايه؟ بس الاضاءه بعد اذنك ونفتح المسرح. الاضاءه ونفتح المسرح. المسرح بعد اذنك اتفتح. يلا نحب نعرفكم، دول خدام وخادمات ثانوي ولاد ثالثه ثانوي. احنا ما عندناش غير استاذ مينا بس في ثالثه ثانوي، عشان ما حدش بس يقول احنا مش موجودين. احنا موجودين، بس استاذ مينا بس الوحيد في ثالثه سنه، عندنا عجز شويه. هللت سنة بجودك وأثارك تبطر دسما. فيرينا يوحنا، أبانوك فوزي، مارتينا شكري، مارشلين وحنا، فيبرونيا سامي، كرولوس عاطف، مونيكا جات، مينا ماهر، مونيكا عصام، مينا عصام، برنادات بليغ، ماريا لطيف، ماريا نبيل، أبانوب ألبر، مونيكا شار، كرولوس هاني، مونيكا سامر، بولا رسمي، مارينا أكرم، مينا يسري، مونيكا جرجس، أنطونيوس راضي، سارة بديع، مونيكا ملاد، ماريز نصر، فادي روماني، مارتينا يسري، ديفيد فيكتور، كريستين عاطف، ميرنا ملاك،
حينما الموج يثور فأبنوب سالم الأرض من الآية شرسون يا مثبت الجبال جورج مجدي كذا الجلال يا محقق الأمل بولا عماد حينما القلب يثور جللت السنة بشرسون ماريا رضا يوسف ظريف يشيد حمدك وتهزي نفسي تنما تقطر المراعما والأكام تفرحا مونيكا عاطف والروج تتسمي غيرك وتهفا تخضع الشعوب لك أبنوب أشرف كريستين جمال كلوباتير ميشيل ماريا القس موسى وأخيرا ميري وحيد بوناردين إدوارد طيب هستأذن لو تسابونا بشوي وتسابونا موسى يطلعوا بس يتصوروا الصورة التذكارية وأمناء الخدمة عشان بعد كده وميس سامية وفين ميس مارجو في حد تاني نسيته؟ طيب عشان الناس ما تفتكرش ان احنا خلصنا احنا فاضلين فقرتين ميس مارجو وميس ساميه فين واستاذ جون يا جدعان مفقود استاذ جون طيب فاضلين حفله توزيع الجوائز على الاكاديميه كلها وبعد كده اخر حاجه عندنا المسرحيه فما حدش يمشي في مفاجآت في المسرحيه نتصور شكرا يا شباب هستاذنكم ننزل واحد واحد عشان ناخد جايزته الاول بتاع التخرج استاذ صامول ممكن من تحت بس عشان ايوه نستأذن ابونا بشوي وابونا موسى ممكن يوزع الهدايا من تحت عشان الوقت تنزل أبنوب فوزي مينا عصام فادي روماني كرولو ساني أنطونيو سرادي بولا رسمي أبنوب ألبرت أبنوب سالم بولا عماد رولوس عاطف مونيكا مينا ماهر ديفيد فيكتور ماريا نبيل مينا يسري ماريا لطيف أبنوب أشرف مارتينا يسري جورجي مجدي كريستين جمال فلوباتير ميشيل مارينا عاطف مونيكا عاطف
يوسف ظريف مارتينا شكري مارشلينو هن كريستين عاطف شكرا لكم يا شباب بس نشوفكم ننزل المسرح ننزل من على المسرح مارينا اكرم فيبرونيا سامي شباب بس المسرحيه هم اللي يخشوا جوه عايزين ادور وباقي الناس قاعده مكانها